ضيفنا وضيفكم النهارده الكابتن السيد حمدي نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق. كابتن سيد مشرفنا ومنورنا في يلا كوره. اهلا بيك يا مصطفى وسعيد ان انا موجود معاكم موقع يلا كوره. كابتن محمود الخطيب، كابتن حسن شحاته، محمد صلاح. ممكن لو زودنا اثنين تاني لو هنختار يعني خمس لعيبة كمان ممكن يختار ابو تريكا وشيكابالا. لا افضل شنو بالارقام وكل حاجة تريك. لا طارق حمد. متى طارق؟ لا اشرف بشارق طارق. الاثنين زي بعض. محمد شريف. ايمن اشرف. جوزيه. جوزيه. البدر. لا انا مش قاري مدريد. لا كريستيانو. مكرونه بشمال. يعني بحب اكون صاحب محل مثلا محل ملابس او كده يعني هبقى مدير حاجه زي كده يعني. وده كان لقاءنا مع الكابتن السيد حمدي نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق. بشكركم شكرا جزيلا.